أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. العفو العفو يا سيدي العفو. نسأل الله تبارك ولكم يا أستاذ أبو إياد الله يبارك فيك. العفو العفو. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. فالله هو الولي. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك
الجواب ده من تاني عشان خاطر ابو اياد. اياد النبي ربنا يبارك فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دوني أولياء أم اتخذوا من دوني أولياء فالله هو الولي. أم
وهو يحيي الموتى. وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا من دوني أولياء حكمه إلى الله. وما اختلفتم فيه من شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب وإليه أنيب. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من
عليه توكلت وإليه أنيب. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله لشيء وهو السميع البصير. ليس كمثل شيء له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. إنه بكل شيء عليم. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا فاطر السماء فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى شرع لكم من الدين
الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا الله يجتبي إليه من يشاء الله يجتبي إليه من يشاء وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع فلذلك فدع
واستقم كما أمرت واستقم كما ولا تتبع أهواءهم فلذلك فدع فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما يا رب وياك يا سيدي. حاضر. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع وخطرك تشاهده وانت شاهدته 10 مرات انك تعيد الايه دي تاني من جبل بخطر يصلح حالك دنيتك واخرتك. الله اكبر. اسمع وتولي على النبي. الله عليه. فلذلك فدع واستغفر كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما وأمرت لأعدل بينكم. اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا النبي. وأمرت لأعدل بينكم. سيدنا. فلذلك فدع واستقم كما أهواءهم وقل آمنت.
وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله ربنا وربكم. الله ربنا وربكم. عليك يا مولانا. لنا بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله يحفظك يا استاذ محمد. الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله ربنا وربكم. الله ربنا وربكم. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الكتاب بالحق والميزان. ربنا يبركنا فيك. وما نتحرم منك. انت شرف للغربية كلها. قسما بالله للغربية كلها. العرب كله. مش للغربية بقى. الله.